رؤية صندوق النقد الدولي لاقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024. تباطؤ نمو اقتصاد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2% في عام 2023. سينمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.4% في عام 2024. يتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المصدرة للنفط بنسبة 3.4% في عام 2024. يتوقع الصندوق تباطؤ النمو الاقتصادي لدى الدول العربية بنحو 3.6% في 2024. تتمثل أسباب تباطؤ النمو بتمديد تخفيضات الإنتاج النفطي لدى الدول المصدرة وتجديد سياسات الاقتصاد الكلي. استمرار تراجع ديناميات التضخم في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. أوصى صندوق دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمواصلة التركيز على استقرار الأسعار وبناء هوامش وقائية لتعزيز الصلابة لمواجهة التحديات.